ومن الإمارات اختتمت فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون واللي جمع حشد كبير من نجوم الأغنية العربية، وكان الختام مع الفنان الإماراتي الوثمي اللي عاد للساحة الفنية وافتتح الليلة بعد اعتزال الفن 7 سنوات. في ليلة مليئة بالحب والإحساس والطرب، تألق الفنان ماجد المهندس في حفل ختام مهرجان الفجيرة الدولي للفنون ليعلن عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية من المهرجان. ماجد المهندس قدم باقة مختلفة من أغانيه، وبدأها بأغاني تراثية أشعل بيها مسرح الكورنيش بإمارة الفجيرة. أما مفاجأة حفل الختام فكانت عودة الفنان الوثمي للساحة الغنائية من جديد، وتفاعل معاه عدد كبير من عشاقه ومحبيه. أول حفل أقيمه بعد رجوعي للفن، وسعيد بالمشاركة في الحفل هذا الكبير والفنانين الكبار المشاركين في الحفل. مسرح مهيب وجمهور كبير وتفاعلهم كبير أيضا، وبالعكس كنت مستمتع على المسرح. وكشف لنا عن خطته الغنائية للعودة بقوة لجمهوره. راجعين إن شاء الله بأعمال، إن شاء الله عمل قريب بعد شهر بإذن الله، ومن ثم ألبوم إن شاء الله بعد السنجل. وهيتعاون مع مين في الألبوم الجديد؟ أكيد الأسماء اللي يعني تعودت في الألبوم السابق اللي مالك حل، فؤاد، وليد الشامي، أحمد الهرمي، فايز سعيد، كلهم أصدقائي وكلهم أسماء يعني أتشرف التعامل معهم.